بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ازي حضراتكم؟ اهلا بيكم حلقه جديده. واحد من الناس في رمضان، واحد من الناس في رمضان بينزل كل يوم بيطوف في شوارع مصر كلها ومحافظاتها، بنقابل الناس الطيبين سواء من العمال او من الناس العاديين ونقول لهم متشكرين، كتر الف خيركم. بمسي على زمايلي وحبايبي اللي معايا في العربيه، مساء الفل عليكم، رمضان كريم يا رجاله. اخباركم ايه؟ كويسين؟ صايمين ولا زي كل سنه؟ انت دوخي. طيب ايه هنروح فين النهارده؟ تحبوا تروحوا فين اولا في مشروع من المشروعات؟ حد عنده فكره؟ عنيل بقى دكتور. ها؟ عنيل. عنيل؟ هو في حاجه عنيل شغاله؟ ممشى اهل مصر. مش ده خلاص المفروض خلص واشتغل؟ ايوه، في جزء مرحلتين وهو جميل يا دكتور، نشوف اللي اشتغل ده، نشوف جماله يعني. ولا في عمال هناك شغالين؟ اكيد في عمال، هما بيبطلوا شغل. طب بقول لك يا حمدي، انت تعرف طريقه ممشى اهل مصر؟ ما نمشي عليه. طب اطلع عليه يلا، يبقى نطلع الفقره الاولى النهارده على ممشى اهل مصر. الممشى ده على فكره تم افتتاحه في شهر مارس اظن 2022، وهو مكان يعني تقدر تقول كده يعني مكان الناس تنبسط فيه، وبعدين المشروع بيهدف الى زياده الجذب السياحي وبيحقق مكاسب للدوله من خلال تنشيط السياحه المائيه، لان طبعا الموقع زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي مطل على نهر النيل. احنا ما زلنا في طريقنا الى ممشى اهل مصر، وعلى جنبنا مسبير، وهذا المبنى العملاق العظيم، وعلى شمال نهر النيل العظيم. انتوا عارفين طبعا نهر النيل العظيم ده من اطول الانهار في العالم، ها انتوا عارفين كده، ومن اعظم الانهار طبعا. وفي طريقنا الى ممشى اهل مصر في نهار رمضان، الناس كلها بتتحرك، الناس كلها بتشتغل، الناس كلها بتسعى لاكل عيشها. واهم حاجه في رمضان ايه؟ الصحه والستر. يعني دايما انا بشوف ان اهم حاجه الانسان يعملها في حياته انه يدعي دايما لنفسه واللي بيحبهم بالصحه والستر وجبر الخواطر والعفو. يعني اعفي عن اللي اساء لك، سامح. التسامح ده في حد ذاته يعني من القيم، الحاجات العظيمه جدا اللي فيها انسانيه. وجبر الخواطر، جبر الخواطر دي من الحاجات اللي بشوف ان هي من اهم العبادات على فكره، ومن وليها ثواب كبير جدا. ربنا يجعلنا لو انتم من المتسامحين العافين عن الناس. يقول لك ايه؟ والله يحب المحسنين والعافين عن الناس. يعني ربنا بيحب العافين عن الناس. فتسامحوا في رمضان يا جماعه. وصلنا لممشى اهل مصر. السلام عليكم. رمضان كريم عليكم. استاذ عامل ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. استاذ عبد العزيز الشعبان. شاليه مشرف امن. منين؟ من الانطر الخيريه اليوبيه. وحضرتك؟ رامز عبد الله مشرف امن برضو من امبابه. امبابه. محمد عبد الجواد فرد امن. السيده زينب. السيده زينب. عماد محسن من فيصل. كل سنه طيب. اسلام السيد من امبابه. محمد سامر رود الفرج. شاليه امن. 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 استاذ كشير. كشير من امبابه. حضرتك ايه؟ دنيا يا فندم. طيب كل سنه طيبين، رمضان كريم. اسمحوا لنا نبص كده على الممشى بتاع اهل مصر. انا اول مره اجي الممشى الحقيقه، بس انا قلت اجي اشوف في رمضان انتوا عاملين ايه. لا الحمد لله. هل في عماله كتيره هنا شغاله؟ طبعا. قد ايه يعني الممشى موفرة؟ يعني وفر فرص عمل قد ايه هنا كتير؟ يعني معادل مثلا بتاع 1000 ولا 2000 فرد. تعالي 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 تعالي. ازاي؟ الحمد لله. رمضان كريم. الله اكرم. اسمك ايه؟ فاطمه احمد. منين يا فاطمه؟ انا صراحه من وسط البلد، يعني من السيده عيشه كده. لا بتشتغلي هنا ايه؟ بشتغل مشرفه نظافه ومعايا عمالي وكويسين يعني في الممشى الصراحه. طب الحمد لله. عندك اولاد قد ايه؟ اتنين. فين؟ الجامعة. ما شاء الله. كلية ايه وايه؟
كلية تجارة عين شمس، وبنتي ليسانس دار علوم جامعة القاهرة. ما شاء الله، ربنا يحفظهم لك يا رب. وبتيجي بقى في رمضان كده وتقولي يا رب على الفطار يا رب ايه؟ الحمد لله يا رب يقوينا بقى ويرزقنا كده خير ان شاء الله ويوفقنا في عملنا يا رب ان شاء الله. عرب حضرتك اسمي عادلة. منين؟ من الورق. اهلا وسهلا. بتشتري ايه هنا؟ ايه بتشتري؟ عملية نظافة. عملية نظافة. عندك اولاد؟ عندي اربعة. ما شاء الله. عرب بحضرتك هويدا سالم. منين يا هويدا؟ من صفة اللبن. صفة اللبن. بتشتري هنا ايه؟ بشتغل اشراف شركة اشراف. طيب عظيم جدا. وحضرتك اسمك ايه؟ اسمي زين. منين يا زينب؟ من القناطر. من القناطر. احسن ناس. لا يخليك. كل سنه طيب. انت طيب. عندك اولاد ايه؟ عندي 5. ازاي حضرتك عامل ايه؟ ازيك انت؟ كل سنه وانت طيب. طيب انت منين؟ انا من عابدين. عندك اولاد؟ عندي ولدين. انتوا هنا اشتغلتوا لما اتفتح الممشى؟ انا بقى لي حوالي سنتين هنا. وانت؟ 3 اشهر. كنت فين قبل كده؟ كنت في القصر العيني. وحضرتك؟ كنت بلد شهرين. كنت فين قبل كده؟ معلش. وحضرتك بقالي 3 اشهر. بس انا شايفكم نشاط ما شاء الله في رمضان، وقاعدين تكنسوا وتنظفوا حاجه كده ما شاء الله. هو الجو نفسه في الممشى بيساعد الناس ان هي تشتغل وتدي اكتر يعني. فالجو نفسه عشان مفتوح وهواء، وطبعا النيل ما فيش احسن من كده. فحضرتك احنا بنشتغل بيبقى عندنا طاقه زياده. بتحبوا الفوازير والحاجات دي؟ طبعا. طيب هسالكم سؤال، اطول ايه في القران الكريم سورة ايه؟ بكرة. سورة البكرة طبعا. انت مذاكر طبعا. انت طيب يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الجائزة الأولى لحضرتك 2000 جنيه من برنامج واحد من الناس. كل سنة وانت طيب. طيب، في مطربة مصرية سموها كوكب الشرق. أم كلثوم. مين أول واحد قال؟ لا أنا والله. هي اللي عيد أول واحد. هي. أنا والله. طيب يا ستي، أم كلثوم. وادي 2000 جنيه كمان هدية من برنامج واحد من الناس. طيب، في فاكهة اسمها مكون من حرفين. فاكهة اسمها مكون من حرفين. كوكو. تفاح. فراولة. كيوي. مش بيش. قلت ايه؟ قلت ايه؟ مظبوط المشمش. طيب يا سيدي مبروك، ادي 2000 جنيه هديه من البرنامج. كل سنه وانتم طيبين. طيب سيدنا ابراهيم عليه السلام لما ربنا فدى ابنه اسماعيل فدى بايه؟ بخروف. صح، بكبش عظيم. مظبوط. وادي 2000 جنيه كمان هديه لحضرتك. يلا انا هسال اخر سؤال. في مخلوق ربنا خلقه بخمس عيون، ايه هو؟ نحله. هو اللي جاوب ده تالت مره كده. انتوا الاثنين يلا برسان طيبين. انا سعيد جدا ان شفتكم، وسعيد اكتر ان انا جيت معاكم في رمضان وكنت معاكم. ومبروك للي فازوا. احنا سعداء بسيادتك وبالبرنامج. تجري في الخير الصراحه يعني. تجري في الخير دايما وواقف مع الشعب كله. جيت الممشى النهارده ونورت الممشى. انا سعيد جدا بالممشى، حاجه جميله جدا، وموفر فرص عمل لحضراتكم. وانتوا كلكم ناس افاضل. نورتنا من الممشى كله. بتشتغلوا يعني اشرف المهن والله. كل سنه طيبين ورمضان كريم عليكم. وزي ما شفنا يعني بيشتغلوا يعني عمال نظافه بامانه واخلاص في صباح رمضان، وعمال امن. شيء جميل في ممشى أهل مصر. بعضهم كان بيشتغل بعضهم ما كانش بيشتغل، لكن المكان أوجد لهم فرص عمل. إحنا كنا بس حابين نقول لهم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.